استمرار ارتفاع معدلات البطالة. السويد تحتل المركز السادس عالميا بالخدمات الرقمية. الشرطة الأوروبية تعتقل العشرات بالسويد. رقم قياسي لرخص القيادة المسحوبة. زيادة حوادث إطلاق النار في ستوكهولم. أخبار السويد بإيجاز. ارتفعت معدلات البطالة في السويد إلى 9% في شهر يونيو حزيران وفقاً لإحصاءات مكتب العمل، التي أظهرت أن أكثر المتضررين هم الشباب والمهاجرين وذوي التعليم المنخفض. احتلت السويد المركز السادس على مستوى العالم في توفير الخدمات الإلكترونية العامة، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة شمل 193 دولة. اعتقلت وكالة الشرطة الأوروبية عشرات الأشخاص في السويد ضمن حملة تقوم بها بعد تفكيك شبكة اتصالات مشفرة كانت تستخدمها مجموعات الجريمة المنظمة في أوروبا. أعلنت الشرطة عن سحبها 400 رخصة قيادة خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب السرعة الزائدة، إذ أدى انخفاض حركة المرور خلال وباء كورونا إلى عدم التزام الكثيرين بالسرعات المحددة. ازدادت حوادث إطلاق النار في ستوكهولم لتصل إلى 61 حادثة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 40 حادثة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 27 آخرين. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.